نتحدث في محاضرة هذا اليوم عن وراثة العشائر والوراثة الكمية. الهدف من وراثة العشائر يختلف في مفهومه عن الوراثة المنزلية. حيث عمل مندل على دراسة أصبع الأفراد، فذكر هنالك نبات طويل يجري تضريبه مع نبات قصير، ومن ثم نتيجة هذا التضريب أيضا يتم وصفه على الجيل الأول على نبات، أي أن اهتمام مندل كان ينصب على انتقال الصفات ومفهومها على الأفراد. أما وراثة العشائر فتهتم بوصف التغييرات في تكرار الأليلات التي تتحكم في صفة معينة بمرور الوقت، أي بمفهوم الأجيال. عند دراسة التغييرات في تكرار الأليلات، نقوم بتحليل العشيرة بدل من أن يكون اهتمامنا بالأفراد، أي أن وحدة الدراسة في وراثة العشائر هي العشيرة وليس الفرد. فضلاً عن معرفتنا أن التغييرات في تكرار الجينات يمثل قلب وجوهر عملية التطور الإيفوليوشن وكيف تنشأ الأنواع. وعلى ذلك فإن وراثة العشائر والوراثة التطورية دائماً ما نجدها سوية ومكملة لبعضها. للحصول على تصور ووصف عن العشيرة يتم دراسة الاختلافات والتنوع بالأشكال المظهرية وكذلك بالتراكيب الوراثية، ونقوم باختيار الصفات التي يمكن قياسها بسهولة، وكذلك إمكانية وضع هذه الصفات ضمن فئات محددة. أما في الوقت الحالي ظهرت أساليب جديدة أخرى تستخدم التقنيات الكيموحيوية وكذلك التقنيات الجزيئية مثل الرفلب و FLP و سناب وغيرها، اللي يمكن من خلالها تحديد الاختلافات الموجودة ضمن التركيب الوراثي للعشيرة. لو نلاحظ من خلال هذه الصورة المعروضة أمامنا أن المفتاح اللي تهتم به وراثة العشائر هو قياس الاختلافات والتنوع اللي موجود بالعشيرة. فأمامنا نجد مجموعة من صدفات الحلزون، يمكننا ملاحظة وجود طرز مختلفة. هذه الطرز المختلفة للحلزون لصدفات الحلزون وكذلك الألوان المختلفة لهذه الصدفات. إذن هنا يتضح أن هناك أليلات مختلفة موجودة في هذه العشيرة اللي تهتم بهذه الصفة وتتحكم سواء كان باللون أو في الأشكال اللي تظهر بها هذه الصدفات. هذا الموضوع يمكن أن نسميه في العشيرة بتعدد الأشكال، أي أن العشيرة بوليمورفيك في هذا الموقع الجيني، وبذلك يمكن دراسته ضمن مفهوم تكرار الجينات أو تكرار الأليلات. في هذه الصورة نلاحظ أحد الحيوانات ضمن مفهوم العشيرة هو حيوان الفهد. هذا الحيوان يعاني من انخفاض في الاختلافات الوراثية وانحسار في التنوع الوراثي، وهذا الانحسار هو ناتج عن تأثير الصيد المكثف على هذا الحيوان وكذلك ضيق البيئة التي يعيش فيها. ومن متابعة أعداد هذا الحيوان وجد أنه يتناقص باستمرار، فهذه العوامل يجب الانتباه لها بأنها عوامل مرتبطة حيث تمثل استمرارية النوع
والتكاثر مرتبطة جدا بآلية التنوع. العشيرة تكون أفرادها مرتبطة بالنسب والقرابة، أي أنها تكون متماثلة. العشيرة الصغيرة دائما تكون متماثلة التراكيب الوراثية، دائما يكون بها التنوع والتراكيب الوراثية الخليطة قليلة. هذا ينتج عنا انخفاض في البايوديفيرسيتي، يعني انخفاض بالتنوع، وهي تمثل حالة خطرة حيث أن تغير الظروف البيئية قد يسبب انقراض وزوال العشيرة بأكملها، حيث أن العشيرة في هذه الحالة لا تمتلك التنوع بالتركيب الوراثي لمواكبة هذا التغير في الظروف البيئية. وبالتالي إذا كان عندنا هنالك تنوع وصادفت العشيرة ظرف بيئي خطر، كان يعني يكون مسبب مرضي، فهنالك من التراكيب الوراثية ستكون حساسة لهذا المسبب المرضي فتهلك، وهنالك تراكيب وراثية ستكون مقاومة لهذا التحدي البيئي، وبالتالي ممكن أن تستمر العشيرة في الحياة. لذلك نجد أن عشائر الفهود تتحرك باتجاه الانقراض والزوال من البيئة أو مجتمع الحيوانات. أحد الطرق اللي نستخدمها للتعبير عن الاختلافات والتنوع هو أن نقوم بتحليل البيانات الوراثية والتعبير عنها بصيغة تكرارات جينات وتكرارات تراكيب وراثية، أي بتكرار جين فريكونسي. وأحيانا نلاحظ في بعض المصادر يشار إلى بأليل فريكونسي. طبعا الجين فريكونسي والأليل فريكونسي يمتلك نفس المفهوم. إذا نأخذ في الدايبلويد الكائنات ثنائية المجموعة الكروموسومية، غالبا ما يمتلك الجين في أقل حالاته هو أليلين، ويتم جمع تكرار الجينات لجميع المواقع الجينية بالعشيرة المستهدفة بالدراسة، وبذلك يمكننا وصف هذه العشيرة وخصائصها الوراثية من خلال تكرار الجينات، تكرار التراكيب الوراثية. وأي عشيرة يمكن لها أن تمتلك مدى واسع من تكرار الجين، ولأي موقع جيني يمكن أن يشمل بهذه الدراسة، وليس من الضروري أن تكون هنالك عشيرتين لها نفس التكرار الجيني حتى إذا كانت تنتمي إلى نفس النوع أو نفس السلالة. عندما نتكلم عن تكرار الجينات وتكرار التراكيب الوراثية، فإننا نتكلم عن نسبة هذا التركيب الوراثي في كامل العشير، يعني نتكلم عن النسبة المئوية للأفراد التي تنتمي إلى كل تركيب وراثي. فعندما يكون لدينا موقع جيني ويشغل أليلين، الأليل الأول A1 والأليل الثاني A2، فنتوقع أن يكون عندنا ثلاثة تراكيب وراثية هي A1 A1 A2 A2 والتركيب الخليط A1 A2. فإذا أردنا أن نقوم بحساب نسبة كل تركيب وراثي من هذه التراكيب الوراثية الثلاثة في العشيرة، فإننا نتكلم عن مفهوم تكرار التراكيب الوراثية أو نسبة هذا التركيب الوراثي في العشيرة. فإذا مثلا وجدنا بأن كان لدينا عشيرة عدد أفرادها 100 فرد، 25 فرد تنتمي إلى التركيب الوراثي A1 A1، أي أن تكرار هذا التركيب الوراثي هو 0.25، ربع التراكيب الوراثية تمثل لنا العشيرة. ومجموع هذه التراكيب الوراثية الثلاثة يجب أن يساوي 100% من العشيرة. الآن لنأخذ مثال ونستخدمه في شرحنا. لدينا موقع يؤثر في البلود تايب أو صنف الدم في الإنسان،
ويشغل هذا الموقع أليلين هو M كابيتال و N كابيتال، وعند ما يحدث كومبينيشن ما بين هذه الجينات يكون لدينا ثلاثة تراكيب وراثية M كابيتال M كابيتال N كابيتال N كابيتال والخليط هو MN. هذه التراكيب الوراثية الثلاث في دراسة في المجتمع البشري وجد بأن التركيب الوراثي MM 1787 فرد و N كابيتال N كابيتال 1303، أما الخليط فكان 3039 فرد. مجموع العشيرة الكامل هو 6129 فرد. الآن إذا أردنا أن نحسب الجينوتيبك فريكونسي اللي هو تكرار التراكيب الوراثية، فعلينا أن نأخذ الجزء على الكل. عندما نبحث عن تكرار التركيب الوراثي M capital A capital، أي نأخذ عدد الأفراد اللي ينتمون لهذا التركيب على العدد الكلي للعشيرة، وبالتالي نحصل على 29%. طبعا إذا ضربناها في 100 راح نحصل عليها، أو نبقى الجزء على الكل راح يكون 0.29، وبالتالي كتابتها بالصيغتين، أما كبرسنتج أو بمفهوم المراتب العشرية. الخليط أيضا عدد الأفراد اللي تمتلك التركيب الوراثي الخليط على العدد الكلي، والمتماثل الآخر اللي هو N capital N capital عدد الأفراد اللي تنتمي لهذا الكاتيجوري على العدد الكلي أيضا يمثل لنا 21%. الآن ضمن المفاهيم اللي تتحدث عن العشيرة، ماذا تعني العشيرة؟ نتكلم عن مفهوم العشيرة يعني مجموعة. دائما نلجأ في دراسة الوراثة الكمية إلى تكست بوك مهم، المؤلف لهذا التكست بوك هو فالكونر، وفي كتابه Introduction to Quantitative Genetics تحدث عن مفهوم العشيرة. مفهوم العشيرة Population ضمن المفهوم الوراثي ما نعني به هي فقط مجموعة من الأفراد، وإنما أفراد تتزاوج وتتكاثر وتكون لديها الذرية. وبالتالي اهتمام علماء الوراثة في التركيب الوراثي للأفراد لا يقتصر بأن نركز على الأفراد إلا ضمن مفهوم العشيرة، وإنما نركز كيفية انتقال الجينات من جيل الآباء إلى جيل الأبناء. ويجب أن يكون لدينا مفهوم أن الجينات تنتقل عبر الأجيال وليس التراكيب الوراثية، حيث أن التراكيب الوراثية للآباء تتفكك إلى مفهوم الجينات، تتوزع على الجميتات، ومن ثم يحدث الإخصاب ما بين الجميتات الذكرية والأنثوية ويعاد تشكيل تراكيب وراثية جديدة في جيل الأبناء. أي أن الجينات اللي تمتلكها العشيرة هي التي لها القابلية على الاستمرارية والانتقال عبر الأجيال، أما التراكيب الوراثية فلا يمكن لها الاستمرارية من جيل لآخر. الآن إذا أردنا أن نحسب، تعلمنا كيف نحسب تكرار التراكيب الوراثية Genotypic Frequency، أما الآن إذا أردنا أن نتعلم كيف نحسب تكرار الجين، فمن خلال هذا المثال اللي أمامنا لدينا ثلاثة تراكيب وراثية، وهذه العشيرة أو هذه المجموعة من التراكيب الوراثية حددنا كل مجموعة ضمن الكاتيجوري ضمن المجموعة مالتها، وجدنا أنه الـ A1 عدد الأفراد بها 30، الخليط كان 60، والمتماثل الآخر A2 عدد الأفراد ب10 فقط، مجموعهم كلهم كان 100 حيوان أو 100 فرد. الآن عندما نأتي إلى عدد
الأليلات عدد الجينات اللي موجودة في العشيرة. احنا عندنا جينات اثنين نوعين A1 و A2. الجين A1 في التركيب الوراثي A1 لدينا جينين في هذا التركيب الوراثي، وبالتالي عدد الأفراد 30 نضربهم باثنين يكون لدينا 60. أما في التركيب الوراثي الخليط A1 A2 عدد الأفراد 60، كل فرد يساهم بجين واحد لأنه عندنا A1 A2 مو A1 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 A2، لذلك لدينا A1 واحد، إذا كل فرد يساهم بجين واحد، لذلك هنا عندنا 60. أما الأفراد A2 A2 فلا تمتلك الA1، لذلك الأشر أفراد ما يساهمون نهائيا في أعداد الجين A1، لذلك نخليها 0. نجمع تلك من A1 في العشيرة فكان 120. بنفس الصورة للA2، A1 لا يساهم بA2، بينما الخليط لدي A2 واحد، فلذلك 60 فرد يساهمون ب60 جين من A2. أما المتماثل A2 A2 فكل فرد يساهم بأليلين أو جينين، فلذلك العشرة في 2 راح يكون لدينا 20 جين من نوع A2. عندما نجمعهم في العشيرة يتواجد لدينا 80 جين A2. مجموع الجينات الكلي سيكون 200، وهو العدد الكلي 100 مضروب في 2، لأنه كل فرد يمتلك، لأنه دابلويد يمتلك جينين. على هذا الأساس إذا أردنا أن نحسب تكرار الجين، تكرار الجين هنا هو نسبة وجود الجين في العشيرة، نجد أن الجين A1 لدي 20 فرد جين A1 في العشيرة، الجزء على الكل 120 على 200، فراح نحصل على 60% تكرار A1. منين جت هاي 60%؟ 120 نقسمها على 200. أما تكرار الجين A2 فهو عدد الجينات A2 بالعشيرة على العدد الكلي، يعني 80 على 200، وبالتالي هو 40%. شوف أنا ممكن أن نكتبها بصيغتين 0.6 أو نكتبها 60%، وأنا أفضل أن يكون 0.6 وأيضا الآخر 0.4، مجموعهم يساوي 1 على الصحيح أو 100%. إذا نأخذ هذا التمرين اللي أمامنا ونفس المثال اللي تكلمنا عليه قبل قليل اللي هو البلود تايب MM MN وNN ولدينا عشيرة بهذا التعداد، وقمنا بحساب الجينوتيبك فريكونسي اللي هو تكرار التراكيب الوراثية. الآن إذا أردنا أن نحسب تكرار جين وليس تكرار التراكيب الوراثية، تكرار الجين يأتي من خلال أن نأخذ هذا التركيب الوراثي، وهنا عندنا جينين اللي هو M capital و N capital فقط 2. ما هو تكرار الـ M capital؟ تكراره راح يكون عدد الأفراد نضربه في 2، إذا 2 في 1787 زائدا تكرار الام اللي موجود بالخليط، هنا طبعا راح يساهم فقط بأليل واحد او جين واحد، فلذلك ما نضربه في شيء، فقط هذا العدد نجمعه ونقسم على العدد الكلي للجينات. احنا عدد الافراد هو 6129، نضربها في 2 فراح يكون لدينا 12258، راح نحصل على تكرار الجين M capital. بنفس الأسلوب راح نحسب تكرار الجين N capital.
اثنين نضربها في عدد الأفراد للمتماثل N capital N capital، ومن ثم نضيف لها عدد الأفراد الخليطة لأن راح تساهم فقط بN capital وحدة، فنأخذ نفس العدد بدون ما نضربه بأي فاكتر، ونقسم على العدد الكلي للجينات كما فعلنا في الM capital، فنحصل على 0.46. لو نجمع تكرار M capital مع تكرار N capital يجب أن نحصل على واحد على صحيح أو بمفهوم 100%. طبعا عندما نتعامل مع تكرار الجينات نتعامل مع رموز، وهذه الرموز اللي موجودة عندما نتكلم مع التراكيب الوراثية، لدينا ثلاث تراكيب وراثية، A1A1 نرمز له ب P capital الخليط H capital heterozygous، وال A2A2 راح نعطي Q capital، وعلى مفهوم الجينات راح يكون عندنا P small و Q small. إذا نتكلم على سائد ومتنحي فدائما السائد نخلي له P small والمتنحي نخلي له Q، وإذا كان السيادة متعادلة فهنا ننطي لأحدهما P small والآخر ننطي Q small. وهنا يجب الانتباه بأن P small زائد Q small يجب أن يساوي واحد، وكذلك مجموع التراكيب الوراثية يعني كتكرارات تكرار التركيب الوراثي يجب أن يكون مجموعهم أيضا يساوي واحد. فإذا أردنا أن نجعل هنالك علاقة ما بين تكرار الجين وتكرار التراكيب الوراثية، فيمكن حساب تكرار الجين بعد معرفتنا تكرار التراكيب الوراثية من خلال المعادلتين اللي موجودة أمامنا. تكرار التركيب الوراثي P small يساوي لنا تكرار التركيب الوراثي، تكرار جين A1 شلون نحصل عليه؟ من تكرار التركيب الوراثي P capital زائد النصف تكرار الهيتروزايغوس. أما إذا نروح على تكرار الجين A2 فيساوي لنا تكرار الجين تكرار التراكيب الوراثية A2 زائد النصف تكرار الهيتروزايغوس. أيضا في هذه الحالة راح نحصل، فعند حصولنا على تكرار التراكيب الوراثية نقدر عن طريقها نحصل على تكرار الجينات المساهمة فيها. وهذا مثال يمثل لنا في عشرتين كيف تم حساب تكرار التراكيب الوراثية، ومن خلالها من خلال استخدامنا لهذه العلاقة ما بين تكرار التراكيب الوراثية وتكرار الجينات، فنلاحظ كان لدينا تكرار للتراكيب الوراثية في موقعين بالجريد لاين وجرين لاين وكذلك في الايسلاند. في هذه المجتمعين قدرنا أن نحصل أيضا تكرار للتركيب الوراثي P اللي هو دي يمثل لنا الـ M والـ Q اللي يمثل لنا الـ N، مجموعهم يساوي واحد على الصحيح. في مجتمع الأيسلاند نلاحظ أنه التراكيب الوراثية اختلفت، وكذلك أيضا تكرار الجينات اختلف مقارنة بمجتمع آخر. أي أن المجتمعات ليس بالشرط أن تكون تحمل نفس التكرار سواء كان للجينات أو تكرار التراكيب الوراثية. والأسلوب للحساب هنا يظهر بأن أخذنا الـ M هو الـ P capital زائد النصف الـ H اللي هو الهيتروزايغوس، وهنا الـ N capital يمثل لنا الـ Q capital زائد النصف الـ H، فحصلنا على تكرار الجينات اللي تحدثنا عنه في السلايد السابق.
طبعا تقدم العلوم الجزيئية أتاح لنا إمكانية حساب أيضا تكرار الجينات وتكرار الأليلات باستخدام المولكولار أبروتش، الوسائل الجزيئية. فبحصولنا على صورة لترحيل الكتروفوريسز وظهور الباندز الحزام، يمكن أن نحسب من خلالها أيضا تكرار الجينات أو تكرار الأليلات. فإذا حصلنا على هذه الصورة اللي موجودة أمامنا اللي هي عن ترحيل الدنا على الهلام في الالكتروفوريسيز، وباعتبار أن كل حزمة هي أليل، نلاحظ في الخط هنا هذا الليدر اللي يمثل لنا، هو معروفة البانز كل واحدة شقد تمثل لنا زوج بيس بير، فلذلك احنا هذه الباند بمثابة المسطرة اللي نقيس عليها الانون باندز، بموجبها نعرف حجم هذه الحزمة. إذا كانت الحزمة ضيقة تمثل لنا أليل واحد وهذا الأليل الثاني، إذا كانت الحزمة سميكة فمعناها هذا الفرد هوموزايغوس، أي متماثل، اندمجت النسختين من الأليلات في موقع واحد وبالتالي هذا متماثل. أما إذا انفردت هذه الأليلات فنلاحظ الحزم ضيقة وموجودة في اللاين الواحد أكثر من حزمة واحدة. فلذلك نلاحظ في هذا اللاين هذا الفرد الأول هو متماثل التركيب الوراثي، بينما باللاين اثنين هذا الفرد الاندفجوال هنا راح يكون هيتروزايغوس لديه حزمتين. في الأفراد الاثنين والثمانية نلاحظ نفس الحزمة يشتركون، ولكن الحزمة الثانية هي تختلف، يعني هذا الفرد يشترك الاثنين والثمانية بنفس الأليل ولكن هنالك أليل آخر، الأليل الثاني مختلف لهؤلاء الأفراد. إذا كان لدينا عدد كبير من الأفراد جرى تحليلهم وترحيل الدنا مالهم على الهلام، يمكننا حساب تكرار التراكيب الوراثية وكذلك تكرار الجينات. فأمامنا هذا المثال نلاحظ أنه لدينا 30 فرد يمتلكون هذه الحزمة اللي هي متماثلة لحجم 6. كيلوبيس بير، بينما لدينا 50 فرد هم هيتروزايغوس يمتلكون 2 باند، الأولى 6.5 والثانية 3، وعندنا 20 فرد يكونون يمتلكون حزمة واحدة بحجم 3 كيلو بيس بير. هنا يمكن حساب تكرار التراكيب الوراثية وأيضا تكرار الأليلات. إذا نقول 30 من 100 يعني 30 يعني 0.3، هذا تكرار التركيب الوراثي اللي يحمل لنا 6.5، والخليط هو 50 من 100 والتركيب الوراثي الآخر اللي يمثل لنا حجم الحزمة 3 راح يمثل لنا 20%. أما تكرار الأليلات فراح يمثل لنا هنا 30 في 2 زائداً 50 على 100، وتكرار الأليل اللي حجمه 3 كيلوبيس بير راح يكون هو عبارة عن 2 في 20 زائدا 50 مقسمة على 200 اللي يمثل لنا العدد الكلي للأليلات بنفس مفهوم تكرار الجين التقليدي. طبعا بنتكلم على خصائص وراثية للعشيرة، هذه الخصائص تكون بمفهوم تكرار الجينات وتكرار التراكيب الوراثية، ويؤثر على هذه الخصائص
ما يؤثر على تكرار الجينات. أول العوامل اللي تؤثرنا على تكرار الجينات هي الـ population size، حجم العشيرة. عندما تكون العشيرة كبيرة وهذه العشيرة تنتقل الجينات من جيل لآخر، نفترض أن تكون هذه العشيرة نقول كبيرة، نقصد بها بالمئات وليست بالعشرات، وبالتالي نتوقع أن يبقى تكرار الجين ثابت من جيل لآخر. هناك عامل آخر يؤثر في تكرار الجينات، تكرار الترك الوراثي، هي الاختلافات بالخصوبة والمقدرة على البقاء. الخصوبة الأفراد نلاحظ حتى في المجتمع البشري، نلاحظ بعض الأفراد لديهم ذرية عدد كثير وأفراد أخرى لديهم ذرية بعدد جدا قليل، وهنالك أفراد عقيمة. لذلك المساهمة في الجيل القادم راح تكون مختلفة من فرد لآخر، وهنالك أفراد تصاب بالأمراض أو تكون عرضة للمفترسات بسهولة، وأفراد أخرى قابلة على البقاء، مقاومة عالية للأمراض، وأيضا لديها القدرة للدفاع عن نفسها وتتنافس على التغذية، وبالتالي قادرة على البقاء والمساهمة في الجيل القادم. هذه الاختلافات راح تكون عامل مهم في مساهمة هاي الأفراد بدرجات غير متساوية في الجيل القادم، لذلك تكرار الجينات راح يكون مختلف. أيضا عامل الهجرة والطفرة في صيغتها، سواء كانت في المجتمع الطبيعي كيف تنتقل الأفراد من عشيرة إلى عشيرة أخرى، وإحنا نلاحظ الأفراد وكأنها هي عبارة عن جينات متنقلة، وبالتالي إضافتها وحذفها من العشائر يؤثر في تكرار الجينات. فضلاً عن الطفرات، ونتحدث عن الطفرات ليس الطفرات النادرة وإنما الطفرات المستمرة، وتأثير الطفرات لا يمكن أن يلاحظ من خلال جيل واحد وإنما من خلال تراكم فعلها خلال أجيال متعاقبة. أيضاً الماتينج سيستم، نظام التزاوج، هل أن التزاوج يحدث بصيغة تزاوج عشوائي أو تزاوج مسيطر عليه؟ طبعاً إذا كان التزاوج عشوائي، نفترض في العشيرة الكبيرة والتزاوج عشوائي، يبقى تكرار الجينات وتكرار التراكيب الوراثية ثابت من جيل لآخر. أما إذا ظهر نمط معين من التزاوج فسوف يؤثر على تكرار الجينات وتكرار التراكيب الوراثية. فإذا لاحظنا أن الراندوم ماتينج سوف يؤثر، طبعاً نتكلم بمفهوم تكرار الجين وتكرار التراكيب الوراثية. فالراندوم ماتينج refer to matching of population that occur in proportion to their genotypic frequency. سيكون تكرار التراكيب الوراثية مؤثر في حالة الراندوم ماتينج. على سبيل المثال، إذا كان لدينا عشيرة تكرار التراكيب الوراثية بها كما واضح أمامنا، فنتوقع expected، نتوقع بأن التراكيب الوراثية اللي هي M capital M capital تتزاوج وفق النسبة، نسبة وجودها بالعشيرة، وبالتالي راح يكون عندنا 0.83 في 0.83، راح يمثل لنا النسبة المتوقعة لحدوث هذا التزاوج في العشيرة، واللي هو يمثل لنا 68%. وكذلك لبقية التراكيب الوراثية، كلها تحدث بنسبة وجودها في العشيرة، بنسبة تكرارها في العشيرة. طبعاً من نجي نتكلم هل هذا ممكن أن يحدث في المجتمعات الطبيعية؟ لصفات معينة يمكن أن يحدث، مثل صنف الدم ممكن أن يحدث عشوائي، ولكن لصفات مثل الذكاء دائماً الأذكياء ينتقون بعضهم بعضاً، وبالتالي هنالك الصفات المشتركة، صفات سلوكية أو صفات الذكاء، هذه لا يمكن أن تكون عشوائية وإنما يتم فيها الاختيار ما بين الأفراد.
إذا نتكلم على قانون مهم يتعلق ب تكرار التراكيب الوراثية وتكرار الجينات، وهو قانون هاردي وينبرغ، وأحيانا نسميه اتزان هاردي وينبرغ، واللي يشير إلى أن في عشيرة كبيرة العدد عشوائية التزاوج تبقى تكرار الجينات وتكرار التراكيب الوراثية ثابتة من جيل لآخر في غياب الهجرة، الطفرة، الانتخاب. وفي هذه الحالة نتحدث عن عشيرة كبيرة، هذه العشيرة يجب أن تكون بالمئات وليست بالعشرات. ومن خلال الصيغة لهذا القانون، قانون هاردي وينبرغ، إذا تحدثنا عن العوامل المؤثرة به، أول عامل اللي هو حجم العشيرة، قلنا العشيرة يجب أن تكون كبيرة بالمئات وليست بالعشرات. ومن نقول مئات يعني ما نقصد بها مئة، لازم أقل عدد هو المئتين، لأن المئة هي مئة واحدة مو مئات، هي عشرات. ويجب أن يكون نوع التزاوج هو عشوائي، في هذه الحالة يجب أن تغيب الهجرة لأن عامل مؤثر على التكرار، ويجب أن تغيب الطفرة، وأيضا الانتخاب أيضا يجب أن يغيب. في هذه الحالة إذا التزمنا سوف يكون تكرار الجين وتكرار التراكيب الوراثية ثابت من جيل لآخر. يمكننا متابعة قانون هاردي وينبرغ من خلال ثلاثة مراحل، من الآباء إلى تكوين الجميتات، وأيضا من اتحاد هالجميتات وتكوين الزايغوت، وأيضا من التزاوج ما بين الأفراد وإنتاج جيل الأبناء. إذا لاحظ بالخطوة الأولى عندما تتكون الجميتات فالمساهمة راح تكون عشوائية، وبالتالي احنا نعرف بأن التركيب الوراثي للآباء يتفكك وينتج لنا الجميتات، وهذه الجميتات سوف تتحد تكون لنا الزيجوت. تكوين الجميتات أيضا راح يكون هو عبارة عن بركة من الجينات راح تتوزع بشكل عشوائي على الجميتات، وتكون الفرصة لتشكيل الزيجوت من هذه الجميتات أيضا بشكل عشوائي. لذلك احنا هنا نفترض بأن المساهمة راح تكون للجينات والجميتات تخضع لاتزان هاردي وينبرغ. أما في حالة التزاوج العشوائي ما بين الذكور والإناث في العشيرة، فيرافق تكرار التراكيب الوراثية اللي موجودة بالعشيرة تأثيرها على ما تحمله من جينات. فلذلك الجميتات الذكرية عندما نضعها في الخط الأفقي ويصاحبها تكرارها، والجميتات الأنثوية عندما نضعها في العمود المرادف أيضا يرافقها تكرارها. لذلك الزايغوت اللي راح تكون من إخصاب هذه الجميتات بكافة التوليفات راح يكون حسب تكرار هذه الجميتات. فنجد أنه A1 راح تكون هي عبارة عن P مع P راح يكون P سكوير، أما A2 فهي راح يرافقها تكرارها P مع Q فيكون PQ، وأيضا A2 راح يكون Q سكوير، وA2 مع A1 راح يكون PQ. فلذلك راح يصير عندنا P سكوير زائد 2PQ زائدا Q سكوير، وهو يتفق مع ما وضعه هاردي وينبرغ، أي أن اتزان هاردي وينبرغ يتوافق أيضا على مستوى الزايغوت. فإذا أخذنا مثلا تكرار الجين A1 هو عبارة عن P سكوير زائد النصف الخليط، P سكوير نصف الخليط هو PQ وليس 2PQ،
فراح يكون عندنا بي كيو زائد النصف الخليط راح يكون هو عبارة عن بي مضروب في بي زائد كيو، وبالتالي الناتج هو بي، وهذا البي يتوافق مع قيمته في جيل الآباء اللي تحدثنا عنهم قبل قليل. هذا أيضا مثال لكيفية التدرج في حساب تكرار الجين وتكرار التراكيب الوراثية وتكرار الجينات، ومدى العلاقة ما بين حساب تكرار الجينات، لاحظ هسه ثلاث تراكيب وراثية اللي موجودة نحسبهم يطلع واحد، واستخدام تكرار التراكيب الوراثية في حساب تكرار الجين A1 وتكرار الجين A2. فنلاحظ الـ point 49 زائد النصف الهيترازايغوس نصف نضربه في point 42 راح ينطينا point 70، والجين الآخر راح ناخذ تكراره هنا point 09 اللي هو المتماثل زائد النصف الخليط اللي هو نصف نضربه في point 42 ونحصل على تكرار هذا الأليل اللي هو 0.30، مجموعهم يساوي 1. أيضا نلاحظ من خلال هذا المخطط التضريبات وكيفية حساب تكرار التراكيب الوراثية وتكرار الجينات، و كيف يمكن أن نتوقع للتكرارات في الأجيال القادمة، يعني نسوي prediction للفريكوينسي. فإذا حسبنا تكرار الجينات ووجدنا من خلال هذه التكرارات كيف نتوقع، إحنا من نجي نقول البي سكوير يعني البي هو كان 70%، 70% نربحها، إذا نتوقع أن يكون 0.49 عندنا بالجيل القادم. إيش قد راح يكون الخليط؟ راح نضربه تكرار ال P مع تكرار ال Q ونضربهم في 2 PQ، هذا راح نتوقع بالجيل القادم راح يكون عندنا 42. وأيضا بالنسبة للمتماثل الثاني اللي هو ال Q أيضا نربحه راح يصير 0.3 نربحه، هذا توقعنا للجيل القادم. هذه problems يعني مسائل أريد تهتمون بها وتحلوها تتدربون عليها مطالبين بحلها. وهذا problem الآخر، هذه الشروط لهارد وينبرغ أيضا يجب متابعتها. هنا فقط أريد يعني نجذب الانتباه، يعني من خلال ما عرفنا من شروط هاردي وينبرغ نجد أن هاردي وينبرغ اتزان هاردي وينبرغ من الصعوبة أن يكون موجود في الحياة الطبيعية، لأنه القوى اللي مؤثرة به اللي موجودة بالطبيعي الطبيعة هي التي تقود إلى الإيفوليوشن، والإيفوليوشن التطور هو موجود في مستويات عديدة، وبالتالي التدخل وهذه الشروط الصارمة من الصعوبة الحصول عليها حتى يبقى تكرار الجين قائم. ولكن احنا نقول التطور ما يحدث من خلال جيل واحد أو جيلين، التطور هو عبارة عدة أجيال تمتد لفترات زمنية طويلة حتى يظهر نوع جديد وينقرض نوع آخر. يمكننا أيضا اختبار الاتزان، هل موجود اتزان هاردي وينبرغ أو غير موجود، نستخدم لهذا الغرض اختبار الكاي سكوير لحسن المطابقة. فإذا كان لدينا هذه البيانات اللي موجودة أمامنا مثل لنا عينة من الأفراد 1279 وحسبنا تكرار التراكيب الوراثية اللي موجود أمامنا، طبعا هنا اللي موجود يجب أن ننتبه لها، التكرارات ممكن هنا بصيغة percentage
وممكن نقول 0.22 0.49 0.28 وهكذا، يعني بالصيغة العشرية. نحسب تكرار جين، طلع لنا 0.53 0.46 أو كما مكتوب هنا بالبرسنت. يمكننا التوقع من خلال هذه المعادلة بالجيل القادم ايش راح نحصل على تراكيب وراثية. ممكن نحصل على 21% 49% و28%. الآن هل هذه تتفق مع اتزان هاردي وينبرغ؟ راح نروح فوق هذا الجدول حتى نتابع العمليات ونقول ايش قد المتوقع هذا المشاهد اللي احنا وجدنا عليه هذه الأعداد. كيف حصلنا عليها؟ كيف حصلنا عليها؟ 0.21 نضربها في العدد الكلي اللي هو 1279. الآن المتوقع للام ام من هذا التركيب الوراثي 361. كيف حصلنا عليها؟ العدد الكلي اللي هو 1279 نضربه في تكرار التراكيب الوراثية اللي حصلنا عليها بالسلايد السابق، فراح نحصل عليها. وهذا أيضا العدد الكلي راح نضربه في تكرار الخليط فنحصل على هذا الرقم. وأيضا الـ NN إيش قد نتوقع؟ نتوقع العدد الكلي نضربه في تكرار الـ NN اللي كان متوقع في السلايد السابق. الآن راح نجي نطبق الكاي سكوير، العملية الحسابية، الأوبزيرف ناقصا الإكسبكتد والربعة لكل واحدة من عندهم. ثم بعد ذلك هذا الناتج اللي هو الباست راح نقسمه على الإكسبكتد، يعني نقسمه على هذا الرقم، ومن ثم نجمعهم فنحصل على قيمة الكاي سكوير المحسوبة. هذه قيمة كاي سكوير المحسوبة، نقارنها بالجدولية. درجات الحرية نحصل عليها من خلال العدد الكلي، عدد الطرز عندنا 3 ناقص 1 يعني 2، شوف على درجات الحرية عد مستوى 5% وعد مستوى 1%. فإذا كان المحسوب يساوي أو أكبر من الجدولي يعني الفرق معنوي، أما إذا كان المحسوب هو أقل من الجدولي فإذا لا يوجد فرق معنوي، وبالتالي نقبل حسن المطابقة، يعني نقول هنالك اتزان. فمن خلال اللي موجود هنا نجد بأن القيمة المحسوبة هي أقل من الجدولية، أي أن المشاهد يتفق مع المتوقع، أكو حسن المطابقة، إن العشيرة متزنة حسب اتزان هاردي واينبرغ.